بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نحكي عن يونت 30 بكتاب الجرامر طبعة جديدة. عندنا اليوم may و might. We use may and might to talk about possible action or happening in the future. أيضا نستخدم may وال might الأحداث اللي ممكن تصير بالمستقبل. هي بكل الأحوال may تستخدم للاحتمالية كمعنى، ولكن كزمن ممكن تجيني كمعنى مستقبل عادي، مو مشكلة. بس هو أنا أهم شغلة عندي بالمي والمات إنه هي بها احتمالية. والآن لو لا قرأنا كل الجمل اللي أمامكم راح نلاحظ إنه هن تحتوي إنه هذه الكلمة إنه هذه أن هذه الجمل تحتوي على صيغ الاحتمالية. فمثلا لو أخذنا الجملة الأولى I haven't decided where to go on holiday. I may go on to Ireland. لربما أذهب إلى ايرلند. طبعا هنا اني احتماليه تس باسبل، تمام؟ فلانه احتماليه انا استخدمت مي، انا ما متاكد يعني. ات مايت بي لايتر، يمكن ان تكون لاحقا. مايت هاف، وي مايت هاف تو ويت، لربما يجب علينا الانتظار 10 دقائق. نلاحظ انه كل هذول بيهم بيرهابس اللي هي معناها ربما. فها هي شغله المي والمايت. انا حقيقه انطيتكم ملاحظه عامه ان فيهم may will might، يعني نفس الحكي. might not نفيها يعني might not، هذا حالة يعني اختصار. Amy may not go out tonight. Amy ما راح تذهب اليوم. She's not feeling well. هي ما تحس بشكل زين. Perhaps she will go out. لربما لن تذهب هذه الليلة. طبعا هي حتى بالنفي أنا ما متأكد، حتى بالنفي أنا ما متأكد. طيب هنا ملاحظة مهمة جدا، إن يقول I am going to buy a car، أنا راح أشتري سيارة. وقالك I may buy a car أو might buy a car. من يجيب لك جملة يقول لك شنو الفرق بين الجملتين، فراح تكون جوابك تقول له جملة الأولى لما تجين I am going هنا for sure، أنت متأكد. يعني أنا من أقول I am going مضارع مستمر، I am in the middle of doing the action، أنا بوسط حدوث الفعل، يعني معناها شنو؟ معناها أني ذاهب. I'm going to buy a car، أنا يعني مخطط له، تخطيط يعني، شيء مخطط إلى أنا، تمام؟ فأنا متأكد راح أشتري، يعني إن شاء الله. أما من أقول I may buy a car، يعني لربما أشتري سيارة، إذا أنا ما متأكد. Possible احتمالية. فمن أجيب لك مقارنة، الجملة الأولى تقول له for sure، الجملة الثانية تقول له possible، يعني it is possible to buy a car or not، من الممكن انه اشتري سيارة او لا. بس من يقول I am going to buy a car تقول له I am sure that I am going to buy a car، انا متأكد. نفس الحالة الوقية المي ما بيها اي ملاحظة او اي فكرة جديدة، may go Ireland والى اخره. بس اكو هنا ملاحظة يقول لك المايت، ركز لي عليها كلش مهمة، المايت للحدث الغير حقيقي، ركز لي على هاي المعلومة. إذا تستخدم المايت situation is not real، الحدث المو حقيقي نستخدم له مايت، نستخدم له مايت، وهذا هو مثال عليه، يعني الحدث اللي غير ممكن يعني، خلينا نقول عليه. يقول إذا دفعوا لي هواية، إذا دفعوا لي هواية I might work harder، ممكن أشتغل فلوس أكثر يعني أتعب أكثر. طبعا هو هذا شيء غير ممكن يعني، هما ما راح يدفعوا لي فأنا أيضا ما راح أشتغل يعني. فهذا هي الفكرة، ودائما تجيني بهاي الحالة لف، دائما تجيني بهاي الحالة لف تقريبا يعني، مو قاعد. بالنسبة لي سكشن سي يقول compare may و might be زائد فعل بي اي ان جي او will be زائد فعل بي اي ان جي. فالجملة الأولى قايل I will be watching TV، الجملة الثانية قايل I might be watching TV. طبعا الجملة الأولى، جو فرق الجملة الأولى عن الفرق الثانية، الأولى أنه أنت متأكد من عدها تقول له I am sure، الجملة الثانية perhaps I will be watching، يعني أنا ما متأكد. إذا الجملة الأولى possible، الجملة الثانية sure، يعني هي ال will شوية يعني أقوى من المايت، ال will أقوى من المايت، وأقوى من عندهم كليتهم المحست اللي هي إجبار. I am going to Ireland، أنا متأكد. شوف I am going to ال will كلها متأكد، وبس المايت possible. هاي الأمثلة قدامكم، يعني إذا جاب لك إياها الأستاذ مقارنة فحاول تجاوبها بشكل صحيح. أما نجي على المايت as well،
فهذا تركيب يعني هذا تركيب يعني شلون اقول لكم يعني ما له علاقه بموضوع المي والوايت شلون تركيب يجي يسويها مايت از ويل مايت از ويل وي شود دو ات بيكوز ذير از نو بيتر الترناتيف ذير از نو ريزن نوت تو دو ات المايت از ويل نستخدمها مع الشيء الذي يفضل القيام به ولا يوجد بديل اخر له اكتبها ملاحظه ولا يوجد بديل اخر له مثال عليها المايت از ويل يقول باصز ار سو اكسبنسيف الباصات الشهريه جدا غاليه هذه الايام مثلا يعني انا اذا اخذ باص شهري هو غالي علي جو يصير 50,000 100,000 علي ايش قال لي قال لي يو مايت از ويل جيت ا تاكسي انت خذ لك تاكسي انت رايح لك مره مرتين للجامعه ما دوام نص دوام يحتاج ناخذ باص ويحسب علينا يوميا فاحنا ناخذ تاكسي ارخص لنا فطالما انه الجامعات غاليه الباصات غاليه فاني راح اخذ الباصات لان ما لي بديل اخر فيعني الشيء الافضل يفضل القيام به انه اخذ تاكسي ما اخذ باص لان الباص غالي فهذه هي الفكره فان شاء الله وصلت الفكره يا ربي اي سؤال او استفسار اني حاضر اتمنى لكم يا رب الموفقيه والنجاح الدائم